السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. اليوم غنشارك معكم هذه الحلوه اللي بلا فران، حلوه بالشوكولاته وكاوكاو وبسكوي. كنتمنى انها تنال اعجابكم. كيف كتشوفوا معايا كتجي رائعه في المنظر وكتجي كذلك لذيذه. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير ونبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاج هنا الشوكولاته ابيض وكذلك الشوكولاته كحل، وعندي هنايا حك ديال النسلي ديال الكراميل، كيبقى اختياري، ولكن النسلي ديال الكراميل كيعطي واحد الكو رائع لهاد الحلوه. يمكن لكم تستعملوا النسلي العادي، كيبقى لكم الاختيار. عندي كذلك هنا كاوكاو المنقي حمرته بمعلقه ديال الزيت في الفران، وعندي هنا البسكوي اللي ما كيكونش فيه الشكلاط عادي كيف كتشوفوا معايا. اول حاجه غادي نطحن هنايا كاوكاو، كيف كتشوفوا معايا كنطحنوا على هذا الشكل. صافي، غادي نحطو في البول اللي انا غادي نحرك فيه المكونات كاملين، وغادي ندوزو هنا غنطحنوا البسكوي حتى هو نفس الطريقه ونفس الشكل باش طحنا كاوكاو غادي نطحنوا البسكوي. من بعد ما طحنتو بهذا الشكل نفس الحجم اللي طحنت به كاوكاو كيف كتشوفوا معايا، غادي نخلطهم مع بعضياتهم. غنخلط النواشف من الاولين، خلطهم مزيان باش يندمجوا، ومن بعد غادي نضيف هنايا نيسلي، غادي نضيفه بشويه بشويه على الخليط وانا تنجمع حتى كيتلبس هاد الكاوكاو كله بنيسلي. ما كنديرش هذاك الحب كله، كنبدا كنضيف بشويه بشويه كيف كتشوفوا معايا. ومن بعد غنبدا نحركو، ضروري ما يتلبس هاد الكاوكاو البسكوي كله نيسلي باش يجي فيه واحد المذاق لذيذ، وكيجينا ساهل ملي كنبغيو نديروه في المول ديال السيليكون. غنستعمل هنا يديا باش ندخل النيسلي مزيان في الكاوكاو والبسكوي. من بعد ما ضفت النسلي كله اللي انا محتاجاه وكيجي على هذا الشكل، يمكن ليه يتجمع كيف كتشوفوا معايا. ومن بعد غناخذ هنا القالب ديال السيليكون، انا خديت هذا الشكل كيبقى الشكل اختياري، فيه وريدات هكا زوينين، يمكن لكم تاخذوا اي شكل بغيتو اي شكل متوفر عندكم. كذلك ممكن اللي ما عندوش هذه القوالب ديال السيليكون فقط يدير كويرات صغار ديال هذا الكاوكاو ويديرهم في الشكلاط. عندي هنايا الماء غنديرو يسخن في كاسرونه باش ندير هنا حمام مريم للشكلاط، وغادي ناخذ الشكلاط اللي عندي هنايا الاسود، غنبدا بالاسود
غادي نفرتو بحال هكا في هاد الكاسرونه تكون خاويه، ونديرو فوق من هاد الكاسرونه ديال الماء حتى كيذوب تماما. بالنسبه لهاد الشكلاط كالا فهو الشكلاط اللي معروف كيستعملوا الحلويات بزاف لان الثمن ديالو مناسب وفي نفس الوقت الجوده ديالو عاليه. غادي ندير الشكلاط كله اللي عندي اللي غادي يكفيني في هذوك القوالب، وغنديرو حتى كيذوب تماما. ومن بعد غادي ناخذ هنايا خذوا بلاطو او اي حاجه غتحطوا عليها المول باش تدخلوها ملي تدخلوها المجمد ما يخسرش لكم الشكل ديال الحلوى. اول حاجه غادي ناخذ هنايا الشكلاط كيف كتشوفوا معايا من بعد ما داب، وغادي نديرو فص المول. انا هنايا غادي نستعمل جوج معالقات صغار او معلقه كبيره على حسب شحال غادي يكفيكم، ما تعمروهمش، فقط غديروا شويه. من بعد ما غادي نعمرهم كاملين غنبدا نرجع لكل بلاصه انا عمرتها، غنبدا نطلع الشكلاط في الجوانب ديالها حتى كيبدا يبرد عندي الشكلاط وكيتلبس هذاك الشكل ديال الوريدات كاملين. ومن بعد كندخلهم المجمد حتى كيشدوا فراسهم مزيان، وكنخرجهم كندير فيهم كاوكاو والبسكوي، وكنعاود كندير طبقه اخيره ديال الشكلاط. غنخليكم مع طريقه ديال التحضير وطريقتي الخاصه كيفاش كنقاد هاد القوالب. من بعد ما كنخرج المول ديال السيليكون من المجمد كنبدا كندير الحشوه ديال الكاوكاو والبسكوي في الوسط كيف كتشوفوا معايا، وكنضغط عليها بالمعلقه تكون صغيره، ولكن كنخلي الشكلاط حتى كيجمد تماما وكيشد الشكل ديال المول باش كيسهل عليا انني نثبت فيه الحشوه. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنعمر المول كله اللي عندي بنفس الشكل. من بعد ما غنعمرها بالحشوه مزيان غادي ندير هنا كطبقه اخيره شويه ديال الشكلاط كيف كتشوفوا معايا، وغادي نكمل نفس الطريقه، غادي نكمل بها القالب كله وغادي ندخلها المجمد حتى كتشد فراسها مزيان. نفس الطريقه غادي نديرها في الشكلاط الابيض، فقط تغيير هو انني غادي ناخذ الفواكه المعسله او فروي كونفي غنديرهم في الوسط، عاد من بعد غنخوي عليهم الشكلاط من الفوق باش كيعطوني داك اللوينات في الشكلاط الابيض كيف غتشوفوا معايا في اخر الفيديو. غنكمل كل شيء بهذه الطريقه ونرجع معكم في الشكل النهائي.
من بعد ما دخلتهم المجمد حتى تجمدوا مزيان، وشد هذاك الشكلاط الشكل ديال المول ديال السيليكون كيف كتشوفوا معايا، كيجي الشكل ديالو رائع، كيجي وريضات ما شاء الله غزالين. هاد المول ديال السيليكون صراحه كيف تشكيلات رائعه ومتنوعه، كيبقى الاختيار كل واحد ياخذ الشكل اللي كيعجبو. وكيف ما قلت لكم حتى اللي ما عندوش هاد المول ديال السيليكون غادي يدير كويرات صغار لهذيك الحشوه ويغطسهم في وسط الشكلاط الابيض والشكلاط الكحل ويديرهم في قويطات حتى هما كيعطيو شكل رائع. غادي نحيدهم من المول كيف كتشوفوا معايا اشكال رائعه. نفس الطريقه غادي نديرها حتى هي الشكلاط الابيض، ما كاينش اختلاف. من بعد ما غادي نكمل الاشكال كاملين اللي عندي بالشكلاط ابيض والشكلاط كحل كيف كتشوفوا معايا، كيجي الشكل ديالهم رائع. الشكلاط الابيض كيف ما قلت لكم درت فوق منه الفروي كونفيفا هو كيعطي لوينات رائعين كيف كتشوفوا، والشكلاط الكحل حتى هو كيجي رائع كيف كتشوفوا معايا، كيجي كله داك كاوكاو ملبس بالشكلاط وكيعطي شكيلات رائعه. كنتمنى هاد لا فيديو ينال اعجابكم، الى عجبكم بارطاجيو مع الاحباب ديالكم باش يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. شكرا على متابعه الفيديو حتى الاخير، وانتظروا دائما الجديد على قناه مطبخ ام ايمان، ودمتم في رعايه الله.